قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل إنه معترض على اتهام المجلس بالتسرع في إصدار بعض القوانين. وأشار هيكل خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب إلى أن الإبطاء في إصدار قوانين مثل قانون العلاوة كان سيضر بالمواطن. الموضوع الأولاني الخاص بحكاية سلق دي أنا معترض عليها 100%، لأنه الحقيقة الموضوعات أولا هو الضغط بتاع الحاجة للقوانين اللي بتناقش هو ده اللي بيعمل السرعة في الأداء. تاني حاجة أنه في مشروعات زي موضوع العلاوة على سبيل المثال، وحضراتكم كنتوا حاضرين وشايفين موضوع العلاوة يمكن ما كانش مفهوم قوي للمجتمع بشكل واضح، إنما حصل فيه اختلاف حوالين المادة الخامسة وأعيدت مرة أخرى وأعيد مناقشتها مرة أخرى حتى اتضحت الصورة. ولو كان استمر الخلاف فيها كان اللي هيدفع الثمن هو المواطن، لأنه كان هيبقى الخلاف اللي موجود معناه انه هذا القانون او هذا المشروع يتم سحبه مره اخرى ويعاد النظر فيه. لما يجي الجلسات اللي جايه هنكون بدانا في شهر رمضان، وبالتالي يكون الميعاد اللي كان المطلوب ان يتعمل فيه العلاوه ميعاد عدى.